مشاهدينا، الحديث عن طبيعة بلدنا والسياحة فيها لا يمل، خاصة أنه السفر الداخلي انتعش مع موسم الصيف وفترة أزمة كورونا. خلونا في هذه الفقرة نناقش مفهوم صناعة السياحة وإيش هي فكرة جمعية رحالة اللي تم تدشينها مؤخرا. نرحب في الاستوديو بضيفنا الأستاذ عبد المحسن المطوع. هلا وسهلا بك أستاذ عبد المحسن. أهلا وسهلا، سعيد جدا بظهوري بقناة روتانا خليجية التابعة للمجموعة الأشهر في الوطن العربي اللي هي مجموعة روتانا. شكرا لك، وإحنا أكيد سعيدين بوجودك معنا، ولكن في البداية يا ريت لو تدينا فكرة عن علاقتك بالسفر والسياحة، يعني هل أنت رحالة في خارج المملكة ولا كمان عندك رحلات داخلية داخل المملكة؟ طيب، أول شيء طبعا بدايتي وعلاقتي في السفر والترحالة ابتدت يعني منذ الصغر، يعني الواحد كان ابتدى برحلاته مع الأهل سواء داخل أو خارج المملكة. صحيح. لما الإنسان صار له كيانه الشخصي وكبر شوية صار يسافر مفرد، بعدين الواحد يتزوج وكون أسرة وصار يسافر بالأسرة ويسافر منفرد. فعلاقتي في السفر منذ يعني خلينا أقولكم من وعيت على الدنيا وأنا أعرف شيء اسمه لازم الواحد يروح يتمشى غير جو. طبعا ابتدت الفكرة أنه الواحد يكتشف يعني غير جو، بعدين الموضوع تطور إلى شغف، تطور إلى اكتشاف، طبعا مش اكتشاف مجهول ولكن اكتشاف الآخرين والثقافات الأخرى. التعرف على الثقافات الشعوب. بالضبط. نعم. بالضبط. طيب أستاذ عبد المحسن، خلينا شوي نتكلم عن جائحة كورونا أو اليوم في المملكة خصوصا، يعني هل باعتقادك أنها فتحت أنظارنا، علمتنا، ورتنا إيش الجمال اللي موجود عندنا في المملكة؟ والله لا شك، أول شيء خلينا نتكلم عن جائحة كورونا أو جائحة كوفيد 19. الجائحة هذه أعتقد أنها هي رب ضارة نافعة، يعني صحيح. هي هذه الجائحة شلت العالم كله، المطارات، الحركة التجارية، حتى شلت الناس في بيوت، الناس ما صارت تطلع ولا تدخل، الحركة التجارية في العالم كله تقريبا شلت. فأعتقد أنه كانت هذه فرصة مناسبة أنه إحنا نكتشف بلدنا. صحيح. كثير من الناس ما سافر داخل، ينتظر بس إجازته السنوية أو إجازة الصيف ويطلع برا السعودية، عمره ما فكر يزور مناطق المملكة العربية، وقد نكون إحنا منهم، يعني إحنا ما ندعي الكمال، ولكن الحمد لله يعني الواحد اكتشف أماكن المملكة في الفترات السابقة، ولكن الحمد لله الجائحة أعطتنا فرصة ما كانت في الحسبان أنه نكتشف بلدنا، نكتشف ثقافة بلدنا والمناطق السياحية المختلفة. طيب، هي صناعة السياحة هذه يعني أقدر أقول عنها حياة من جد، لأنه أنت لما تصنع السياحة صعب أنه أنت تصنعها بسهولة، لكن كورونا زي ما أنت ذكرت جائحة كورونا هي سهلت الموضوع، صرنا نكتشف الأماكن الزينة، عسير، السودة، تبوك، في أماكن كثير، العلا، في أماكن كثير اكتشفناها، والباحة أكيد الباحة ما ننساها. بس لو نجي نحكي شوي عن مفهوم صناعة السياحة إيش يعني؟ طيب شوفي، صناعة السياحة كثير من الناس يعتقد أن السفر هو بس مجرد ترف، مجرد ريلاكسيشن أو استجمام أو تغيير جو أو كسر الروتين. هو صحيح بالنسبة للشخص، بس لما نتكلم كصناعة سياحة بالنسبة للدول فهذا المفهوم تماما مختلف. اليوم السياحة في العالم هي رافد من روافد اقتصادات العالم. صناعة السياحة اليوم ما هي ترف، ما هي دلع، ما هي تغيير جو، اليوم هذه معناته كاش حقيقي ضخ في البلد. سواء أنا قسم حتى الكاش أو الفلوس اللي في البلد هي قسمي لأي سياحة البلد. بالنسبة للسواح الداخلين ففلوسها قاعدت في البلد وصرفتها في البلد. صحيح. الجزء الآخر أنك أنت قاعد تجذب السواح وفلوس من برا قاعد ينفقونها في البلد. كيف نجذبهم؟ هو هذا السؤال المليون صراحة. شوفي، ما في شك أنه كل صناعة سياحة لابد لها مقومات. صحيح. في مقومات طبيعية يعني ربانية، وفي مقومات المفروض أنه إحنا نصنعها كدول وكمجتمعات. المملكة العربية السعودية أعتقد موقعها الجغرافي اليوم، ترى الموقع الجغرافي بين ثلاث قارات، قربها، ترى الحين القرب كثير، يعني كثير إحنا تجيب بالنا دول نسافر لها نقرر أنه ما نسافر فقط للمسافة. صحيح. فما بالك موقع المملكة العربية بين ثلاث قارات، هذا رقم واحد. رقم اثنين، الله وهبنا اليوم أجواء مختلفة. Exactly. اليوم أجواء مختلفة حقيقة، يعني اليوم درجة الحرارة العام، قبل سنتين تقريبا كنت أقدم محاضرة في أحد الجامعات السعودية لطلاب كلية السياحة، فكان درجة الحرارة هذاك اليوم في عسير، في منطقة عسير تحديدا في أبها وفي السودة، أقل من لندن. صح. فيعني كنت الآن لابسين جاكيتات، الآن مشتين والله. بالضبط. فالأجواء مختلفة، التنوع الجغرافي، حتى التضاريس مختلفة. اليوم لما نروح جبال مثلا موجودة في منطقة تبوك، أيوه، ترى مختلفة تماما عن الموجود في أبها، مختلف عن الموجود في المنطقة الوسطى. صحيح. هذا تنوع جغرافي وكلها هبات ربانية. بالضبط. حتى ألوانها مختلفة. يعني إحنا عندنا هنيك كثير من الأسئلة، يمكن مؤخرا حتى إحنا صار عندنا اهتمام بالسياحة الداخلية، لأنه فعلا شفنا جمال
رائع. وأنا واحدة من الأشخاص كمان اللي انصدمت بقرية ذي عين للأمانة. أنا كنت أحسبها أصلا دولة أوروبية طلعت عندنا. والله طلعت عندنا هنا. أستاذ عبد المحسن، خلينا نتكلم أكثر عن المناطق اللي أنت زرتها وفعلا عجبتك. يعني أنت لما شفتها قلت لا مو معقول. يعني شوف، خليني أكون صادق معك، يمكن زرت كثير مدن في المملكة، ويمكن المنطقة الجنوبية بشكل عام، سواء منطقة عسير أو منطقة الباحة أو حتى الطايف، بحكم أنها مصايف ومتعود أسافر. إذا استثنينا طبعا مكة والمدينة بحكم أنها مدن مقدسة، لكن خليني أقول لك المكان اللي كان ملفت بالنسبة لي اللي هي مناطق شمال غرب المملكة، السواحل هذه اللي هي منطقة أملج، الوجه، ينبع، شمال حتى هناك تبوك، راس الشيخ أحمد، مناطق يعني شواطئ بكر. انت يعني بتسافري من ورانا ولا اسمع عنا اكيد مناطق رائعه جدا. تعرفين انه احنا نسافر كثير ولفينا العالم، كل مره نشوف اشياء جميله برا نقول ليش مش موجوده عندنا. صحيح. انا لما رحت المناطق هذيك وشفت كيف الشواطئ البكر، يعني صراحه يمكن قعدت اتامل ساعه كامله ما انا قادر اتكلم، انه قاعد اشوف هذه المناطق وهذه السواحل البكر اليوم موجوده ولكن ما هي مستثمره. الجميل في الموضوع انه الان التوجه اختلف اليوم. صحيح. المملكه بكامل حاشته كل الجهود اليوم والجهات الحكوميه انا قاعد تستثمر في هذا القطاع، لانه زي ما ذكرت في حديثي ما هو ترى هي رافه من رافه اقتصاد بس البلد. ليش في نقطه مره مهمه اعذرني، الناس الشعب له دور كمان لما يصور، لما يجذب، لما المصورين. صح. شفناهم الان على السوشيال ميديا وعلى تويتر، فكثير جالسين يصورون المناطق والاشياء، هذول كمان لهم دور بصناعه السياحه. ما في شك هو الدور المؤثرين بشكل عام في كل شيء مؤثر، حتى في الاعلانات التجاريه اليوم المؤثرين قاعدين مش المؤثرين، الناس العاديه لما تصور صور وتنزلها هذه تجذب السياحه. ما في شك. صحيح. ولكن بتكون محدوده يعني، ولكن اتفق معك من حيث المبدا، اتفق معك تماما انه فعلا تؤثر وتجذب الاخرين. وزي ما قلت لك يمكن الجائحه صنعت انه الناس حملت انه الناس تسافر الاماكن هذه. صحيح. ما كانوا يفكرون يسافرون، وصراحه واعتقد انه كثير من الناس اختلفت نظرته عن السياحه الداخليه. هل اليوم احنا جاهزين؟ لا، ولكن احنا في الطريق الصحيح وهذا الاهم. بالفعل يعني استثمار كبير ينصب في مجال السياحه، يمكن واحده من رؤيه 2030 هو تحقيق زياره 100 مليون سائح للسعوديه ان شاء الله، وهذا جانب جدا جدا مهم. حضرتك يعني شفت اجانب كثير كانوا في السعوديه، ومن يوم ما يعني اصدروا التاشيره السياحيه ما شاء الله انصبوا الاجانب من كل حدب وصوب الى المملكه عشان يستكشفوها. طلعت في جولات سياحية مع أجانب؟ طلعت جولات سياحية وطلعت حتى مع وفود الاثنين. أبغى أعرف ردود الفعل يا أستاذ عبد الله. خليني أقول لك إنه انطباعاتهم، يعني خليني أقول لك إذا ما لم يكن الأغلب في الكل، انه كان انطباعاتهم جدا مختلفه عن اللي كانوا يسمعوه في وسائل الاعلام التقليديه. صوره نمطيه. انا ممكن اذكر مثال ودائما اكرر هذا المثال في احد الوفود من دوله اسيويه. الوفد هذا كان مطلع، رئيس الوفد طبعا هو وفد تجاري جاي المملكه، فكان مطلع على كل التفاصيل في المملكه لدرجه انه كان يناقشني في امر انه انتم في المطاعم الان صار عندكم باب واحد بدل ما هو بابين، القرار اللي تفاصيل. شوف قديش ما تهتم بالتفاصيل. ولكن صح. ولكن رغم انه وصل لهذه المعلومه ما وصل احنا مين، احنا كشعب سعودي اليوم ما وصل لهذه النقطه. فلما جاء شاف يقول قال لي انا قاعد اشوف شيء مختلف تماما، هل انتم الان جالسين تصنعون حاجه مش موجوده فيكم؟ قلت هل تعتقد انك تقدر تغير شعب غير؟ لا. فيعني الحقيقه انه 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 كان منبهر، يقول كل اللي كنا نسمعه في وسائل الاعلام الخارجيه طبعا، وخلينا نقول نكون دقيقين مش الكل، الاغلب يعطون انطباعات سلبيه عننا وعن ثقافتنا وعن الشعب السعودي. صحيح. ولكن الواقع مختلف تماما. العالم صاير صغير للامانه، يعني اليوم يعني السوشيال ميديا، الاعلام، التلفزيون، الافلام، هذه كلها يعني شيء جر شيء زي ما. صحيح. يقولون. طب خلينا نتكلم عن دورنا، دور الإعلام، دور المستثمرين، دور المؤثرين، دور الشعب ككل، يعني إحنا إيش دورنا عشان إحنا ننهض بالسياحة وننعش السياحة الداخلية سواء من السعوديين أو دول الخليج أو حتى بشكل عام يعني السياح. جميل جدا. طبعا خلينا نتفق من حيث المبدأ أنه الأفراد لا شك أنهم مهمين، لكن إذا ما لم يكن يتوج جهود الأفراد بجهود الدولة لن تحقق النتائج المرجوة. الجميل في الموضوع اليوم أنه زي ما تفضلتي أنه رؤية المملكة 2030 أحد روافد الاقتصاد حتكون السياحة، عدد السواح المستهدف في 2030 هذا يعطينا إشارة. أيضا إقامة مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الرياض، هذا برضو ترى مؤشر جيد، راح يبني قدرات بشرية، راح ينقل أفضل بزنس براكتس أو أفضل تجارب عالمية إلى البلد، وهذا الشيء
الشيء اللي احنا نحتاجه، اللي احنا نطمح له اصلا. صحيح. بالضبط. فالجهود لازم تكون مشتركه، احنا كافراد عندنا جهود زي ما تفضلتوا انه محتاجين ان احنا نعكس صوره بلدنا لنا احنا لانفسنا. ترى احنا حتى احنا داخليا يمكن عندنا معلومات مغلوطه عن اماكن داخل السعوديه. صح. لما نروح نشوفها بعيوننا بشيء مختلف. ايضا تحفيز الان اللي قامت فيه الدوله، يعني خليني اشيد الان بالتوجه الجديد انشاء وزاره سياحه، هذا مؤشر كبير من توجه المملكه لاهتمامها في هذا القطاع. الوزارة لم تكتفي، الوزارة صارت هي المشرع والمنظم، أنشأت تحتها جهاز تنفيذي معني بالتسويق والتطوير المنتجات اللي هي الهيئة السعودية للسياحة. وبرضو السياحة تحتاج إلى دعم مالي، أنشأ صندوق التنمية السياحي. يعني تخيلوا هذه الثلاث عناصر إن شاء الله، يعني هي هذه اكتملت العناصر لصناعة السياحة الحقيقية مع جهود المستثمرين، راح تجذب يعني المشاريع النوعية اللي نشوفها اليوم، النيوم، القدية، الدرعية، البحر الأحمر، ترى هذه كلها مشاريع نوعية وما تكتفي فيها، لأنه هذه حتكون هي البنش مارك أو المعيار للمستثمرين. صح. فالمستثمرين راح يتوجهون لهذا القطاع، لأنه بالأول والأخير أنت قاعد تصنع الأعداد السواح المحليين والخارجيين راح يكون في ازدياد، التأشيرة السياحية عملت فارق كبير. كل هذه العوامل إن شاء الله راح تكون. واستثمر في بلدك، يعني لا تطلع تستثمر برا، يعني خلي يعني كفرد أو كمستثمر، كمستثمر أو كفرد أو حتى أصحاب التجارة المنشآت حتى الصغيرة. بل يمكن أنا أكون طماع أكثر، خلينا نستهدف كمان السائح المستثمر الأجنبي والسائح الأجنبي إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله، طموحنا مرة كبير واحنا ماشيين بخط ان شاء الله جميل، وجالسين نبداها خطوه خطوه. بديناها منا احنا اثناء الجائحه، الحمد لله شفنا بوادر مره زينه، فاحنا متفائلين باذن الله. بس خليني اسالك عن تدشين اول جمعيه للرحاله، ابغى اعرف ايش فكرتها. طيب يمكن جمعيه الرحاله هي اول جمعيه تطوعيه معتمدة من الدولة في الشرق الأوسط تعنى بالرحالة. وهذا الشيء صراحة كان ثمرة جميلة، وراح تكون يعني خلينا نقول نقلة نوعية في عالم الترحال وعالم السفر بالنسبة لنا احنا. اول جهود فردية، اول حتى انت لما تطلع برا يمكن تستفيد لما انت تحاول حتى تعمل تصحيح للصوره النمطيه المغلوطه، انك تعتمد على جهودك الفرديه. اليوم لما تكون انت جمعيه تحت مظله الدوله وعندك اهداف وعندك رؤيه وعندك استراتيجيه، راح تساعدك انك تحصل على المعلومه، راح تقدم المعلومه. عندنا طموحات كبيره في الجمعيه ان شاء الله ان نكون حتى رافد لجهود الجهات الحكوميه بما فيها الجهود التطوعيه. الان مثلا وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه عندها جهود التطوع، وانشانا منصه وشارك فيها مئات المتطوعين معنا، وطموحنا جدا كبير. يمكن ابغى اشير نقطه مره مهمه، ان شاء الله حيكون عندنا تدشين للجمعيه الرحاله بشكل رسمي ان شاء الله في شهر اكتوبر، بدايه في اول اسبوع من شهر اكتوبر في مدينه ابها. الجميل والمفرح والمبهج انه صاحب السمو الملك الامير تركي بن طلال بن عبد العزيز الرئيس الفخري للجمعيه تشرف، وصراحة تشرفنا جميعا أنه هو راعي الحفل. وهذا بالنسبة لنا دعم استثنائي من سموه ودعم لكل الرحالة في المملكة العربية السعودية. جميل، يعطيك العافية أستاذ عبد المحسن مطوع، شكرا لك، شكرا لحضورك اليوم. سعيد بحضورك، شكرا لكم جميعا. مشاهدينا أكيد نذكركم بالمشاركة على هاشتاج برنامج سيدتي، وأكيد طالعين فاصل ومن بعد مكملين.